إذا نذهب إلى الأستاذ سعد الحامد الباحث السياسي الذي ينضم معنا عبر اتصال هاتفي، وأود أن أسأله عن هذا الاتفاق بالتحديد بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية. لماذا برأيك استغرق كل هذا الوقت؟ مستعليك عليك وعلى الضيوف وضيفك الكريم وعلى الأخوة المشاهدين. حقيقة إنها خطوة كبيرة وإنجاز كبير للمملكة العربية السعودية وبحكومة في و تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يحاول أن يبلور الوضع إلى بشكل إيجابي داخل اليمن. فنجد تفعيل المؤسسات، فنجد الوصول إلى تفعيل المؤسسات الدولة وأجهزة الدولة وضم القيادات القيادات العسكرية أو التقنات العسكرية تحت وزارة الدفاع والقيادات وأيضا القوى الأمنية تحت وزارة الداخلية. كل هذا يحسب إلى هذا الاتفاق ويعود بالفائدة على الشعب اليمني وعلى الحكومة اليمنية. طبعا أنت سألتني بالنسبة لي التأخير، طبعا هو التأخير بسبب الخلاف، استمرار الخلاف لفترة طويلة بين المجلس الانتقالي الجنوبي ووجود نزاع في عدن وشبوة وأبين، والمدة التي استغرقها التفاوض بين هذه الأطراف لكي نصل إلى حل مرضي يصل إلى نتائج إيجابية في هذا الاتفاق. طبعا كما قال ضيفك الدكتور سالم، عندما ننظر إلى الجوانب الإيجابية من تفعيل مؤسسات الدولة، من الالتزام بحقوق المواطنة، من نبذ الفرقة والانقسام، من توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، كل هذه نتائج إيجابية ومحفزة لهذا الاتفاق وتدعم ويعني تدعونا للتفاؤل بما هو قادم بالنسبة لهذا الاتفاق. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك الأستاذ سعد الحامد الباحث السياسي على إثرائك الحوار بهذه